بنتي ايش ما يكون لازم نخاف عليها. شو تخافين عليها؟ بنيه وتزوجت، اخذت واحد يسوى راسها، شاب مثقف وما بي ولا عيب. اكو اخبار جديده؟ انطيني اسمه واني اوصل له باي طريقه وباي ثمن. Chiswick Roundabout Hotel, room number 518. معقول هذا اللي داحس بي؟ لا توهسين يا سمين، هذا وليد شريك حياتك. ما صدق، لندن متروسة من هذا الدب الصغير. وليش لا؟ مو من حقي أحب؟ لو بس حضرتك مسموح لك تحب. أنا كنت ماخذ عهد على نفسي بس ألقى بنتي، كل هذه العمليات أجوز منها، والله حقق لي هالشي وبنتي رجعت لي وصارت حياتي بيها معنى. هسه تريدوني أرجع مرة ثانية أخرب حياتي من جديد؟ قلت لك أني من البداية كل شكوكي كانت بمحلها. تدري؟ ولا كنت متوقع تطلع منها كل هالأشياء. لا أتوقع، هيك ناس كل شي توقع من عندهم. بس قانونه كل شي ما نقدر نسوي له. شلون كل شي ما نقدر نسوي؟ والصور مو أكبر إثبات؟ صور عادية ممكن يكون مصورة بحفلة ويا ناس لو أصدقاء تعرف عليهم بالصدفة. شلون كلام هذا؟ أصلاً أكو ناس يعرفون من مانشستر ويعرفون شلون كان كلاوتشي وينصب على الناس. إي هذا الكلام أنا كنت نقوله، بس قانونه ما يمشي لان ما عندك اي اثبات عليه. شلون ماكو اثباتات عليه؟ اصلا كان متزوج وحده وناصب عليها وماخذ كل فلوسها. عندها وثائق تثبت هذا الشيء؟ اذا الظاهر هو مو واحد غشيم، اكيد كلش ذكي ويعرف شلون يطلع من الموضوع. لازم احذر مريم منه. انا برايي تنتظرين من ناحيه مريم، بس ممكن تقولين لابوها على الموضوع، اكيد ابوها راح يحميها منه، خاصه هسه علاقتهم زينه. Where did you get these pictures? My father sent them to me. He said there's a lot more on the internet. Who put them there? I don't know. I guess probably some of the women he cheated on. I never thought of him like that. He was always nice to Maryam. I don't know what to say. Nobody believed it, even me. But then I saw the pictures and I started to see the truth about him. I know it's a big shock. هسه نزلت من القطار وبدي انتظر قطار ثاني. عزيزي مو قلت لك الموضوع كلش مهم ويخص مريم وما يتحمل اي تاخير. يعني فد نص ساعه واكون يمك. يلا عزيزتي مع السلامه. Thank you.
ما حبيت نلتقي بمكان عام لأن أكو هواية عرب هنا وما أريد أحد يسمع كلامنا. عيني عليك باردة، راجع شباب. تدري ما عرفتك سيد وليد؟ أصيح لك وليد لو أصيح لك باسمك الحقيقي. ماكو داعي لهذا الكلام، وإذا معتبر تهديد هم ماكو داعي له. الجماعة انطوك وقت كافي وبعد ما نقدر نصبر أكثر، ولازم تتم العملية بأسرع وقت. شنو الموضوع عزيزي؟ أشوف تأخرت. أنا قاعدة دا أنتظرك بالمكان اللي اتفقنا عليه. والله ما أعتقد راح أقدر أجي. لا لا لا، أنا كنت بالطريق بس حصل شيء منعني. ما تقولي لي شنو الموضوع؟ ترى شغلتيني. قبل ما أدخل بالموضوع لازم تعرف مريم كلش عزيزة علي، ومن يوم اللي شفتها وهي طفلة بالكامب حسيت كلش قريبة منها وحسيت كأني مسؤولة عنها. زيد، للأسف طلع مثل ما كنت متوقعة. تعرف احنا حسب شغلنا نتحرى على كل واحد يجي جديد على المدينة. للأسف طلع عنده سوابق، واحنا هسه لازم ندير بالنا على مريم لأن ممكن تكون بخطر. شنو نوع السوابق مالته؟ يراقب كل واحدة يقدر يحصل من وراها على مبالغ كبيرة، يمثل عليها دور الحبيب المغرم، يحصل اللي حصله وبعدين يختفي من حياتها. وللأسف ضحاياه هواية، أكثرهم نسوان كبار بالعمر أو بنات عوائل غنية، وطبعا هو يعرف شلون يتحايل عليهم ويجذب نظرهم، وللأسف دائما ينجح لأن يعرف كل الزين شلون يلعب لعبته صح، ولما تخلص اللعبة يعرف شلون يطلع من حياتهم. والمشكلة أنه ما يترك أي أثر للبوليس حتى يقبض عليه لأنه يلعب لعبته بحرفية كلش عالية، وما يترك أي أثر أو أي رابط يربطه بالضحية، وأهم شيء الأطفال. يعني مريم لما خسرت الجنين أكيد هو اللي كان السبب. بصراحة زيد يعرف عليك أشياء كلش هواية، وخصوصا وضعك المادي، وظهر كان مشغول دي يدور على كل معلومة متعلقة بيه بالماضي اللي أنت تريد تنساه، ولذلك قدر يجمع عليك معلومات هواية، وأكيد رح يحاول يقول لمريم إذا يحس إنه إحنا كشفناه. How is the investigation going about the history of Mr. Waleed? I would like to hear what I want to know about this man, dear John. Quite surprising. What do you mean? Well, you were right, Zaid. There are so many issues with this guy. It seems he has so many identities, false names, and stories you wouldn't believe. He's been involved with so many bad people, criminals, gangs, murderers. But unfortunately, we can't follow the trail. He leaves no footprints, no clues. It's difficult to pin him down. Well, I think I have a way to do that. But I'm waiting for the right moment. I'm intrigued. طبعا انت مستغرب ليش اتصلت فيك اليوم وطلبت مقابلتك، بس انا حبيت اكون واضحه وياك من البدايه. حسب معلوماتي انت صار لك فتره تدور على ابو مريم، وانت واني نعرف كل الزين انت ليش تدور عليه، مو محبه بمريم بس لانه تعرف وضعه المادي وحصانته ومكانته بالمجتمع. وطبعا مريم مو اول وحده تكون فخ الواحد من امثالك. تريد اقول لك كم وحده وأسماءهم همينة؟ شو مطلوب من عندي هسه؟ تترك مريم. مريم إنسانة حساسة وما تتحمل الصدمة، والمشكلة هي متعلقة بيك. اسمعي، دا أقول لك هذه أول وآخر مرة أنطيك هذا الإنذار. اطلعي من حياتنا، ترى قسم بالله لا البوليس مالتك ولا اي واحد يقدر يخلصك من ايديا.
هلا حبيبتي مريومة. اسمعني زين وياريت تحس باللي رح أقوله. طول عمري كنت أتمنى يكون عندي أب أفتخر بي. سامحتك وحبيتك ونسيت اللي سويته بينا. كنت أقشمر نفسي وأحاول أرسم لك صورة حلوة، بس كل شي انكشف، ألاعيبك جرائمك كلها انكشفت. هلا مريم، اسمعيني كل زين حبيبتي. عندي موضوع مهم لازم نحكي به، ولازم تكونين قوية لأن اللي راح تسمعيه مو سهل. زيد الحق مريم، الحق مرتك. مو وقتها مريم، مو وقتها. امشي بعد مو وقتها. مريم انت صرتي زوجتي وحياتي وكل ما املك. الله ان شاء الله ينطيني الصحة وعوضك الحنان اللي انحرمتي من عنده. القدر جمعنا سوية حتى نبدي حياتنا سوية. لو قلت لك حبيبي عيني فدوة وياه للحسادة بتلي بلوة، والله الدنيا من غيرك ما تسوى، والله الدنيا من غيرك ما تسوى. فدوة 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 يا عزيز العين فدوة. صوتك قبيح زيد، أحلى من صوتك. اي ضحكي شويه، سمايل سمايل، شوفي الدنيا ايش قد حلوه، شوفي الناس شلون عايشين. مريومة تشربين شاي؟ يا ريت والله، سوي لي اياها.
نفسية المنهار المسكينة. فقدت الجنين. مو وقتها، أبد مو وقتها. امشي بعد من نعل على حظك. هسه مو وقتها مريم، مو وقت المزعة اللغية مالتك. أنا بس أكمل اللي ببالي وبعدين طبك مرض. مريم قومي، مريم مريم قومي، مريم مريم قومي، مريم قومي، مريم مريم خابر الإسعاف، خابر الإسعاف، بدك تموت. قومي مريم، مريم قومي، مريم مريم مريم. مريم قومي، مريم 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 قومي، مريم ارتحيت هسه؟ تتموت بنتك من يوم اللي شفتك على حرمة حياتنا. أنا أعلمك وشوف شلون راح انتقم من عندك. أخ مريم، أخ مريم، أخ مريم، مريم راحت يا سمين. شلون راح اقدر اعيش من بعدك؟ انا قتلتها، انا قتلتها، حتى خفت اتصل بالاسعاف. هذه عقوبتك يا ربي، هذه عقوبتك على اللي سويته للناس. بس هذا العقاب قاسي، قاسي، قاسي. أخ مريم، أخ مريم. ارتاحتي هسه؟ ما جيتي الا خلتيني اشوف هذا اليوم؟ البنيه راحت، ماتت. وانا شو العلاقه بيها؟ وليش تتهميني بموتها؟ قبل انا قلتيها روح انتحري؟ انقهري عليها شويه، المسكينه لا عاشت عيشه سعيده ولا ماتت موتت الله. خلاص ماتت والله يرحمها، وثانيا 100 مره قلت لك هاي العائله ما يجي من وراها بس المشاكل، اول شيء امها ماتت ما ادري انقتلت، هاي المعلومه اللي عرفتها بالجديد، وهسه بتهم تنتحر وما نعرف شنو السبب، والله يدري شنو المضمون وما نعرفه. سكتي. لا ما اسكت. ما بيحل جسارتك هاي. انت المفروض مليون تعرفين ذولي الناس بعد ما تتصلين بيهم. خلاص اللي كان يربطش بيهم راحت.
أنا من البداية عرفت، عرفت عقابك راح يكون صعب يا وليد. هذا مصير اللي ياخذ الطمع والجشع. الله انطاك زوجة تبوس التراب اللي تمشي عليه، بس ما قدرت هالشي، ما قدرت هالنعمة اللي الله انطاك إياها. ردت تاخذ كل شي بالدنيا، ما عرفت الدنيا دوارة تلف تلف وترجع عليك. لكن وقعت براس ذيك المسكينة. قسما بالله يا وليد، وهذا القسم اتحاسب عليه. من اليوم رح ابدي ادور على ماضيك ولازم اكشفك. ارحميني يا معودة، ارحميني، انا بيحال. الناس اللي مثلك لازم ياخذون جزائهم. نهايتك قريبة وراح تكون على ايدي، ولو اني ولو انت يا وليد. اكثر وحدة مصدومة هي ايمان، قافلة باب الغرفة على نفسها وما تريد تحكي ويا اي احد. ما كنت متوقع كل هذا راح يصير بهالسرعة. زيد ينكشف ومريم تنتحر وتموت. أنا أكثر منك مصدوم، رغم الحالات اللي تجيني وأسوأ بهواية، هاي الحالة أثرت بي. هم واضح عليهم عائلة غريبة، أمها تنقتل وهي هسه تنتحر، وأبوها ما ندري مجرم، ما ندري رئيس مافيا. هو هذا اللي زي شكوكي من ناحية أبوها. والله ماما حقها، من تخاف علينا من ماضية. ماما ما راح تجوز إذا ما تعرف كل شي عنه. وأكيد راح تعرف. حارث لازم تساعد هالماما حتى تكشف هذا المجرم قبل لا يسوي جريمة نندم عليها عمرنا كله. سيدة ياسمين، تحية طيبة. فضلت أن أراسلك بهذه الطريقة حتى تركزي على مضمون هذه الرسالة التي تحمل أشياء مهمة تهمك. حقيقة تبحثين عنها منذ زمن طويل في موضوع مقتل والدك، وأنا الآن في طريقي للقبض على الجاني، ولكنني محتاج مساعدتك. إنني بانتظار جوابك بأسرع وقت ممكن. خالص تحياتي واحترامي، المخلص زيد. I've got to take this. مواعيدك مضبوطة. وصلتني رسالتك وقريتها. هسا أريدك تحكي لي كل اللي عندك وأطلب الثمن اللي تريده. أنا أعرف أنت ذكية، بس لو شوية تركزين وتستعملين ذكائك وترجعين بالذاكرة لي ورا، راح تكتشفين أنه اللي قتل أبوك واحد عايش وياك من زمان، واللي انت ضحيتي هواية على مودة. والشي الاخر اللي ما تعرفيه انه هذا الشخص اللي دا احكي عليه اني بدا طالب من طلاب مافيا حميد. اكيد تعرفي حميد، بعدين شوية شوية صار خبير من النوع الممتاز، ويا ما قتل عالم وهجم بيوت، والى هسه عنده نشاطات ويا جهات ما معروفة.
بنتي شوي انقهر على هالمسكينة اللي روحها بعدها بيناتنا. يعني وتاليها لا خصاية منها وهي عايشة ولا خصاية منها وهي ميتة؟ انتي شنو؟ ما تفهميني شنو انتي؟ كافي بعد قمنية راحت، يعني شي تريدين 24 ساعة بكي عليها؟ خلاص راحت الله يرحمها، خلينا نشوف نفسنا بعد. أنا مدى أعرف هذا ليش بعده معاند هالمرة. نفذنا كل طلباته وطيناه كل الصلاحيات وزيدنا المبلغ للضعف تقريبا، شريد بعد؟ انطوا بعد وقت، لا تنسى اللي صار بيه مو قليل، بنت انتحرت وماتت قدام عينه. أكيد كل ما يتذكر هذا المشهد يحاسب روحه 100 مرة، لأن يعرف هو كان السبب من البداية. الجماعة بعد ما يقدرون ينتظرون أكثر، اليوم من الصبح مخابرين 3 مرات يريدون يعرفون وين وصلنا وياه بالموضوع. زين نلقي واحد لاخ، يعني اللي خلق وليد ما خلق غيره؟ أكو شباب تهد جبال مستعدة تقوم بأي عملية تنطهية. أكيد إحنا فكرنا بهذا الحل، بس اكتشفنا انه وليد هو الوحيد اللي يعرف مفاتيح هذا الشخص المستهدف، حتى يعرف كلمات السر اللي يستخدمها. لا هو دا يقبل ينطينا المعلومات ولا يقبل هو يقوم بالمهمة. هذا هو وليد، اناني والحقد ماكل قلبه. كل اللي اقدر اقوله لا تستعجلون، ومثل ما قلت لك انطوا بعد وقت الى ان يلين شوية وراح يرجع مدام بيها مبالغ كبيرة. أبوك كان كلش خوش إنسان، صدق أقدر أسميه رجال، لأن كانت عنده مبادئ حلوة متمسك بيها، عمره ما تنازل عليها مهما كانت الظروف صعبة. أبوك كان هو يحبك، لأن يعني أنتي كنتي بنته الوحيدة. كان دائما قلق على زواجك وقل ما رح تاخذين وإحنا مو بلدنا. إيش عجب كان يركز على هذا الموضوع؟ مع العلم أنا كنت صغيرة من إجينا البريطانية. وما كان يريد تزوجين بريطاني، لأنه هو يعرف أنتي حتكبرين بهذا المجتمع، ومهما رح نعيش به رح نبقى غربة عليه. مو قياس، عندي صديقات من زوجات إنجليز وعايشين سعداء وياهم، وأكو من زوجات عراقيين عندهم هواية مشاكل، أصلاً أكثر اللي يطلقونهم عراقيين. بنتي أنتي هسه قلتيها مو قياس، تعتمد هل أنتي راح تراهمين ويا اللي راح تتزوجين؟ وطبعاً هذا ما راح يبين بالخطوبة إلا إذا عاشرت فترة. إحنا ماكو عندنا هيك حكي، ماكو تعاشري يلا تتزوجي، مجرد خطوبة وراها تقطعين مهر وبعدين تتزوجين. معقول اللي دا سمعه من دكتورة مثقفة وعايشة بأوروبا صار لها زمن طويل؟ هاي الأشياء ما لها علاقة بالثقافة ولا وين أنت عايشة، هاي تقاليد وقيم وإحنا متمسكين بيها. زين أفرضي قطعنا مهر وتزوجنا، وبداية الزواج اكتشفت بيه أشياء ما تعجبني وما تتوالم وياي، تريديني أبقى وياي يعني؟ لازم تبقين وتتحملين وتحاولين تصلحين عيوبه. هذا حكي قديم وما مقتنعة بيه، أنا ما مجبورة أبقى ويا واحد ما يعجبني وصلح عيوبه، ما يصلحها هو. يعني شنو تريدين؟ تريدين تطلقين بهاي السهولة؟ على كيفك يعني دكتورة، زوجتيني وطلقتيني بدقيقتين. والله حبيبتي أنا دائما بالي يمك وأقول لما رح تأخذين بهذا البلد الغريب علينا. الله كريم، إن شاء الله تسمعين أخبار حلوة عن قريب. ليش شنوك واحد بحياتك؟ يعني شو ما تفرحين إذا سمعين عندي علاقة بواحد؟
شنو عندك علاقة؟ وأني آخر من يعلم؟ أنت أول من يعلم، مو هسه دا أقول لك عليها؟ بعد شنو؟ شنو عمق هالعلاقة؟ ما جيت متوقعة منك هذا السؤال، عبالي عندك ثقة بيه. أنا عندي ثقة بيك، بس ما عندي ثقة بيه. ليش ما تقدم لك من قبل؟ أنت ما تعرفي حتى تحكمين عليه. أنا متأكدة من راح تشوفيه راح يعجبك. ثانياً ظروفه ما كانت تسمح يجيك يتقدم لي. وأني ما كنت أعرف موضوع شغلي شلون راح يصير. أنت مقتنعة بيه؟ أنا مقتنعة بيه طبعاً، بس أكو فوارق بيناتنا. شنو هالفوارق؟ من راح أشوفي راح تعرفين. أشو بالحكيك؟ خلتيني أكون قلقة من هالعلاقة. من هسه أقول لك أنا ما قابلة عليه. يعني تحكمين على شخص قبل لا تشوفيه وقبل لا تعرفيه؟ بصراحة ما أفهم شنو هالمنطق. على العموم هاي حياتي وأنا حرة بيها، ومن هسه دا أقول لك إذا أجا يخطبني أنا أقبل بيه مهما راح يكون رأيك. إحنا ما عايشين بعصر الجاهلية حتى تختاروا لي الزوج المناسب. Thank you.